بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي مستهل كلامي أهنئكم بتهنئة خاصة نابئة من قلبي بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1434 هجرية. أعاده الله عليكم بالخير والأمن والاطمئنان، فكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. أيها المستمعون الكرام، قد مضى علينا شهر رمضان الكريم الذي تمنينا بلقائه منذ فترة طويلة، وهو الشهر الذي وعدنا الله به بأبواب الخير الكثيرة. يضاعف الله على سائر أعمال الخيرات والصالحات بأشر أضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة حتى لا نهايتها. وهذا يدل علينا سعة رحمة الله لعباده المؤمنين المتقين المخلصين في طاعته. وكان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم عن الأجر والثواب والحرص على طاعة الله في هذا الشهر الكريم، حيث يقول: من أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه. وهذا الشهر لا يتوقف بجزيل الثواب والأجر فقط، بل جعله الله تعالى ممتلئين بالفضائل والمميزات الأخرى، مثل ليلة القدر ونزول القرآن الكريم وانتصار المسلمين في المعارك والغزوات والهروب والفتحات البلاد الإسلامية وما إلى ذلك، حتى يكون من أفضل شهر في الإسلام. وبفضل هذا الشهر المبارك، ليس من العجيب عندما نرى كثيرا من الناس يتنافسون بقيام وأداء واجباتهم وأعمال الصالحات بأحسن صورة، والمداومة على فعل الطاعات ابتغاء مرضاة الله تعالى. نعم، فما بالنا نحن إذا استعرض أمامنا كل شيء له مميزات والأفضلية ولم نأخذه بل نتركه. وكذلك شهر رمضان الذي أكرمنا الله به وجعله فرصة كبيرة جدا، فإذا لم ننتفع به ولم نغتنمه فنحن لا ندري هل سنعيش في مثل هذا الشهر في الأيام القادمة أم لا. لذلك لا بد علينا أن نستفيد استفادة كبيرة وكثيرة حتى لا نكون من النادمين، خاصة في يوم لقاء ربنا عز وجل في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية
تبين لنا أن الغرض هو الهدف الأساسي من فرض علينا الصيام هو تكوين جيل المتقين. فحقيقة الصيام يجعل الإنسان في صورة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن في هذا الشهر يعلق نفسه بسائر أعمال الخيرات، وليس لديه العدو الذي يصرفه عن الطاعات، لأن كل شيطان مفقود ومقيد في نار جهنم. ويؤد رمضان من أفضل مدرسة في تربية الإنسان بحقيقته، لأنه استطاع بناء الأمة الإسلامية على الطاعة والالتزام بأوامر الله تعالى واقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا شباب، انظروا كيف ربنا الله سبحانه وتعالى أمرنا بترك كل ما يجوز علينا في غير رمضان. وعلى سبيل المثال، حرم الله تعالى الأكل والشرب والمستحبات الأخرى في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا حرم الله لنا الحلال في نهار رمضان، فمن باب الأولى أن نترك ونمنع أنفسنا من المكروهات والمحرمات. هذا من تربية الله لعباده في رمضان. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، وكذلك رأينا في رمضان حدثت كثير من المعارك والغزوات والهروب، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يشير إلينا جميعا شهر رمضان شهر الأمل والجهاد والتضحية، حيث يجعل الإنسان قويا وليس سبب في ضعفه. ألست ترى في رمضان انتصار المسلمين في جميع الحروب وتوسع الفتوحات الإسلامية أيضا وقعت في رمضان، وواضح لنا أن رمضان شهر جهاد وليس شهر للعبادة الخصوصية فقط. ومن سوء الفهم الذي انتشر لدينا نرى أن مجيء رمضان يجعلنا بعيدين عن الناس، وكأننا نريد أن نركز في العبادة مع الله مطلقا بدون الاهتمام بالآخرين، ومنعنا أنفسنا من الشغال بالفعل والعمل والكسب ومساعدة الآخرين، بل نرى أن الاهتمام بالبرنامج والأنشطة التي ينظمها الاتحاد أو المؤسسات والجمعية ليست من نوع الإبادة. ومطلوب علينا أن نعلم مفهوم الإبادة بدقة حتى لا ننصرف عن حقيقتها. والإسلام لا يفرق بين الإبادة الخاصة والإبادة العامة، كلاهما مهمان وكلاهما ثواب وأجر من عند الله سبحانه وتعالى. إذن فماذا كنا نريد بعد رمضان؟ وماذا نريد أن نفعل بعد رمضان؟ وهذا السؤال أحق أن نسأل لأنفسنا أولا، حتى نعلم الأهداف التي خلقنا الله تعالى. والجواب، كلنا نريد الثبات والاستقامة على طاعة الله ورفع راية الإسلام في جميع شؤون حياتنا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وكلنا لا نريد أن نمر ونمضي حياتنا بذهاب ومرور شهر رمضان حتى لا يترك أثرا عميقا وكبيرا في نفوسنا، لأن إبادتنا وحياتنا كلها لله عز وجل، وليست لأجل وبسبب رمضان. نقول كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. هكذا كنا نريد. نريد الشباب عندهم فكرة واضحة وصحيحة عن متطلبات الإسلام، ويرون الإسلام بشموليته وكماليته، ولا يأخذ جزءا ويترك جزءا آخر. أيها الشباب، اعلم إن رمضان يعلمنا كل شيء. يعلمنا قراءة القرآن الكريم وتدبره، يعلمنا محافظة صلاة الجماعة والتراويح وإبادة الإنفاق
وقيام الليل وسائر أعمال الصالحات الأخرى من الجهاد في سبيل الله وغيرها. وهذا كله لتحقيق الغاية ألا وهي التقوى. والتقوى لا تأتي من قبل إمساك النفس عن الأكل وشرب فقط، بل تأتي في من قبل فهمنا وتدبرنا وتمسكنا بأوامر الله كلها. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه حينما يشرح معنى التقوى حيث قال: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وهذه التقوى التي نريد أن نحققها في أنفسنا ارتفاع الإيمان في رمضان ويبقى بعد رمضان، بل مستمر في غير رمضان. فكل أعمال الصالحات الذي عملنا في رمضان لا نتركها في غير رمضان، بل نثبتها بأدائها طبقا لما أراد الله تعالى واتباعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون والمسلمات، قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم نحن نحتفل باستقبال عيد الفطر المبارك بسرور وفرح، ونحزن بفراق شهر رمضان البركة. ولا ننسى أن عيد الفطر عيد عظيم في الإسلام أهداه الله تعالى لعباده المتقين تقديرا على نجاحهم وفوزهم على المحن والتحديات والصبر على صيام رمضان. وفي هذا اليوم أعادنا الله إلى فطرنا بعدما ربانا الله في أبداننا وأرواحنا بالصيام، وجعلها خضوعا واقتداء وتدريبا على طاعة الله تعالى في شهر كامل. فنشكر الله تعالى على هذا العيد، عيد الفوز والنجاح، منحنا الله تعالى لنا للفرح والسرور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر أعمال الصالحات. فالمهم بعد رمضان أن يثبت الله قلوبنا جميعا بالتمسك على دين الإسلام. فالعيد عندنا يوم السرور والفرح، ولا بد أن نتذكر حقيقة العيد ولا ننسى أن ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن طاعته وخوفه يوم الوعيد تزيد. فلذلك علينا أن نرى هذا العيد هدية عظيمة جدا من الله تعالى لعباده، ولا نكدر شرف هذا اليوم بالمعاصي واللهو واللغو وارتكاب الذنوب والكبائر والإثم وغيرها. أيها الأحباء، نذكركم جميعا أيضا أن لا ننسى بما حدث لإخواننا في مصر وغزة وفلسطين وسوريا وبرما وغيرها من البلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أنهم قتلوا ودمروا وذبحوا وأهلكوا وأخربوا من بيوتهم وأخرجوا من بيوتهم ومساكنهم، على أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم جميعا ويرزقهم ويرزقنا جميعا الثبات على طريق الدعوة. وكما قال إمامنا: وأريد بالثبات أن يذل الأخ مجاهدا في سبيل الله مهما بعدت المدة وتطاولت السنوات والأعوام، حتى يلقي ربه بإحدى الحسنيين، إما الغاية وإما الشهادة في النهاية. وأخيرا أذكركم جميعا أيها الإخوة والأصدقاء في الله وإيايا أن نتمسك بدين الإسلام الحنيف تمسكا تاما، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من رجال الدعوة
وقادة للأمة الإسلامية في المستقبل، وأن نقوي العلاقة وأن تقوي العلاقة والصلة بيننا حتى تكون الأخوة والمحبة من أجل الله وفي الله نحيا بها ونموت عليها. اللهم آمين. أخر كلام daripada kami kepimpinan Badan Pengurus Pemram sesi 2013, kami mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair. Memartabat keilmuan, memimpin kesatuan. Aku lakukan di hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.